الدكتور مختار عيسى دياب وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد، يمكن الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيه ولا يسعه حديث قصير في هذا اللقاء، لكن دروس مستفادة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحيي المسلمين ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، حقيقة إن ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال به هو ليس احتفال بذكرى شخص عظيم من العظماء أو مجيد من الذين مجدهم التاريخ بحيث تأتي الذكرى وتمر سريعا ولا نستفيد منها، لا، هي كما قال فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر حفظه الله ورعاه إن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو احتفال بميلاد الإشراق الإلهي على الأرض في صورة رسالة سماوية. رسالة سماوية ضمت في جوانبها جميع النواحي والمناحي الإنسانية الاقتصادية والسياسية والفكرية والأيديولوجية والثقافية والدينية والاجتماعية وكل مناحي الحياة فعلا. فمولد النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع وبحق وبصدق أن نقول إن الله تبارك وتعالى حينما بعث أو أراد أن يبعث من العدم نورا بعث من العدم نورا وقال له كن محمدا سيد السادات، فكان هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينما سيدنا جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ما أول ما خلق الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر صلى الله عليك وآلك وصحبه وسلم يا سيدي يا رسول الله. فهو ذكرى تحيي القلوب وتحيي فيها كل فضيلة وكل صفة حسنة وكل معنى ومعاني التواد ومعاني التراحم ومعاني الألفة ومعاني الانضباط السلوكي والأخلاقي والمعارفي. فإن الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم قد حول الناس من الهمجية والوحشية إلى الحضارة والرقي والمدنية، فانتشر بين الناس وعي جديد أضاء لهم عقولهم وأفكارهم. ويكفي يا أخي الكريم، انظر إلى العرب قبل الإسلام وانظر إلى العرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا لم يكن ليحدث إلا بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى العادات السيئة، انظر إلى عدد وأد البنات، إلى لعب القمار والميسر وشرب الخمر وإلى السلب والنهب والغارات، حيث كانت القبيلة الكبيرة تعتدي على القبيلة الصغيرة والقوي يأكل الضعيف، وكان ينتشر بهم سيء العادات ورذيلها. ولكن حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أشرق العالم، أراد الله تبارك وتعالى لهذا العالم أن ينتشله من الضياع ومن الاضمحلال ومن عهود الظلام إلى عهود الاستقرار وعهود النور وعهود الضياء وعهود البهاء. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام برسالته المحمدية السمحة السهلة أرسى دعائم ومبادئ الأخلاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه حينما اختصر الرسالة كاملة في قوله صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون احترام الجار وكان كيف يكون احترام الغير وكيف تكون المساعدة وكيف تكون النجدة لإغاثة الملوفين وإغاثة المكروبين وكيف يكون الدفاع عن الأرض وعن المال وعن الأهل وعن الوطن وعن العرض وعن الكرامة وعن الدين. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته وفي كل من حوله وفي الناس أجمعين في زمانه ووقت وعهده إلى الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل الدواعي ودوافع الرجولة والنخوة والشهامة والإباء والدين، ولكن بل ورها صلى الله عليه وسلم في مجموعة أحاديث وفي كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا هاديا مهديا، فكان صلوات الله وسلامه عليه بحق وخاتم النبيين وخاتم المرسلين، النبي الذي جاء على حين فترة من الزمان، النبي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو منة ومنحة وفضل وعطية كبرى وعظيمة على البشرية أجمعين وعلى المؤمنين بصفة خاصة، حيث قال الله تبارك وتعالى عنه ذلك في كتابه العزيز حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
فعلا تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ونفذ النبي تنفيذا واقعيا عمليا فعليا الآيات البينات، وأرسل دعائم الحكمة ودعائم المحبة ودعائم الرحمة في ربوع النفس البشرية بأجمعها، حتى أن الذين يقولون نحن حقوق إنسان وغير ذلك هم أخذوا من الدين الإسلامي، هم أخذوا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة، هم أخذوا من القرآن الكريم. ولذلك ترى حتى الغير مسلمين والغير والناس الناس الذين يتكلمون بغير اللغة العربية وعلى غير دين الإسلام، حينما نظموا وصنفوا كتبا ليصنفوا فيها ويعددوا فيها أفضل أناس خلدهم التاريخ من حيث الأخلاق وكذا والسيرة الحياتية الشخصية، صفوا هؤلاء على ماء وجعلوا على رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن هذا النبي نفاخر به الأمم، هذا النبي نتكاتف لنكون ننضوي جميعا تحت لوائه وتحت سيرته. فمولده صلى الله عليه وسلم ليس مولدا كحدث نأكل فيه الحلوى أو نتبادل الدهان، لا، وفقط هذه الشعيرة، نعم نفعل هذا ونفعل هذا، ولكن الأهم كيف نحيي بذكرى باحتفالنا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم بإرثه وتراثه وسيرته العطرة وبجميع ما أرسله الله تبارك وتعالى ليكون بحق رحمة للعالمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم جميعا بخير.